الاتحاد الشرقي مطلوب منه انه يزول من المقر ديالو الرايا والصوره جلالة الملك باش عاد ندير معاك انتخابات. يلاه عطينا السقوط، لانه احنا الوطن هو الذي يجمعنا اولا. الوطن اذا كانوا غيطعنوا فينا احنا الرايا البنات، هذا شرف لنا. ما يمكنش نزول الرايا، انا غتبقى تما هذيك الرايا ونسقط، ما عندي مشكل، لان احنا خدمنا في بلادنا وحنا في السجون. كنا لا برلمان لا والو في 73، انا اتكلم في رقابه المناضلين اللي سبقوني لهذا الشيء. في 73 لما كانوا كل الاتحاديين في السجون وطرحت قضيه الصحراء، مشى البعض كيستفزوا الاتحاديين، جاتكم الفرصه باش تصفيوا الحساب. فقيل لهم، قال عبد الرحمن وعمر الجلول انذاك واليزغي، قال لهم الوطن دائما على حق، احنا ما كنتفاوضوش على الوطن ديالنا، الصحراء مغربيه وغندافعوا عليها. كنا في السجن ولا كنا خارج السجن. ولهذا علاش تولي تقول لي الرايا؟ انا سيدي غير ربع بعد انتخاباتي، واش انت غتزول الرايا؟ هما كنتسالوا عليهم. علاش حوده باغي يطعنوا في بكيره نهار السبت جاي لهنا غير بدا بايات بينات من ذكر الحكيم؟ انا نقول لهم انا استعمل القران، هذا كلام الله ماشي عيب. العيب هو انك تمشي للمسجد وراه كيديروها كل صباح في الفجر، كيبداو الحمله الانتخابيه ديالهم كل صباح. كيما هذا برنامج، ولكن اللي غينبسط منها هو صوت ابن الشعب، ابن مدينة فاس، المناضل الاتحادي الذي سيظل واقفا مدافعا عن مدينة فاس وعن جلب 30 سنة أو 30 سنة أو 50 سنة من الملك إن شاء الله أن يتركوا المغرب الذي ورثوه في واحد السنوات، مغرب ديال السكتة القلبية. حنا تجاوزنا بتضامن عبد الرحمن اليوسفي ورفاقه واخوانه في التقدم والشراكيه واخواننا في حزب الاستقلال، هم من انقذوا المغرب من السكته القلبيه. والان ما تجاوزناها ما نبغيوها تجينا ان شاء الله. لازم عبيد واليوسفي وعمر بن جلول وكل شهداء وكل المناضلين الذين قاوموا من اجل استقلال المغرب، الذين ضحوا من اجل الحريه ومن اجل أن ينال هذا الشعب المناضل، هذا الشعب المقاوم، أن ينال حقه في الديمقراطية وفي العيش الكريم. وإذا كان رأسمالية هو في الاشتراكية، إذن فالذين كانوا يراهنون على أن الاشتراكية ماتت، فإن الاشتراكية حية وهي منشودة الآن من طرف كل الجماهير على صعيد العالم. الاشتراكية هي مبدأ أساسي ولا زالت هي العلاج الحقيقي للأزمات الرأسمالية. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سيت تي في.